وجينا فرحوا بكم وبغينا حتى جمعية عمل سالة هذه الناس المكونات كاع اللي حاضرين وهذا الفضاء ولا بطانة ولا سلة ولا اعتبروها اللي بغيت. انا راه ملي كنهضر مع السي عزيز قلت له ودي تستحقوا منا شي حاجة أكثر من هذا المجهود اللي قمتوا به إدارة ولاعبين وإدارة تقنية ولا مكتب ولا أي واحد. هذا الشيء كيف راح صلاح كيف كنفتخروا بكم كنشكركم بزاف لأن السمية ديال سلا راه صفاء سلاوي كتذكر سلا داك السلاوي فيها ما فيها راه ما يصحش وبحكم في هذه المدينة وعايشين فيها وكبرنا فيها فبالتالي هذا الانتماء لينا ليها كيخلي أي حاجة فرحات واحد الجزء منا نفرحوا كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة هذا اليوم كتعرف جمعية أمل سلا وفضاء اجتماعي التربوي استقبال أبطال نسميهم أبطال لا لاعبين ولا إدارة تقنية ولا إدارة الجمعية ومكتب مسير. علاش أبطال؟ لأنهم حققوا واحد المنجز اللي شحال هذه ما سمعناش وأن فرقة من الهوات كتدير واحد المنجز وكتدخل كتتنافس على الأقسام العليا إلا بغينا إنجاز التعبير ولا الأقسام الكبرى ودازوا الهوات يعني البطولات الهوات يعني ودازوا الاقسام مشرفه جدا. هذا نتيجه ديال واحد المتابره وديره وإلا شفتوا التركيبه البشريه ديال هذا الفريق صفاء السلاوي هو تركيبه شابه وهاد الشباب هما ولاد سلا ولادنا ومنا استحقوا منا الا التشجيع وحنا كجزء من المجتمع المدني السلاوي ما يمكنش لينا نسمعوا بحال هاد الحادث وما يمكنش ما نساهموش ولو بالتشجيع ولو بمواقف بسيطه جدا. ولكن كنظن ان في القراره ديال كل واحد فينا حضر اليوم كيحس بواحد الافتخار بواحد الرغبه انه يبان اكثر لان التكريم او الاحتفاء خصها تولي عندنا ثقافه مترسخه بيناتنا كفعاليه المجتمع المدني. ولما لا ان هؤلاء الشباب يكونوا ان شاء الله محطه تشجيع وتنويع من طرف المجالس المنتخبه من طرف السلطات المحليه وعلى راسهم السيد العامل. انا متاكد ان السيد العامل صاحب الجلاله على عماله سلا فخور بكم وعنده الصدى بانه راكم وصلتوا وكاكيد غادي يكونوا يعني التفاتات ربما في المستقبل. فقط هي مسألة ديال خصكم تكونوا فخورين بروسكم أنكم حققتوا واحد الإنجاز وخصكم تعرفوا أن تعثرات اليوم وخص ويعني وفشل اليوم وطيح وتنوض وتوقف وتنجح هي قصص ديال الغد. ولادكم غادي يكونوا فخورين بكم بأنكم واحد النهار واحد الفرقة دخلتوا لها كهوات ووصلتوا لواحد النتيجة جد مشرفة. لذلك اليوم أنتم السفراء حافظوا على الصورة هذا النادي خصو يحافظ على الصوره اللي عطى الايجابيه للشباب في احياء شعبيه في احياء هامشيه في احياء اللي الى وقت قريب كان ناقصه التجهيز. اليوم هم ابطال وابطال كيعطيو صوره جيده عن الكره والرياضه في الاحياء وكيوصلوا المستويات. فبالتالي نحن كمجتمع مدني ما يمكننا الا نشجعوهم ونواكبوهم ونقول لهم حنا معاكم وخصهم يحسوا بنا باننا في كتافهم. لذلك لاش لانهم هما اللي غياثروا لنا في الوليدات اللي جايين. كاينين وليدات مراقبينهم وتيفتخروا بهم خصهم يعطيوهم القدوه الحسنه. فمثل هذه اللقاءات ما هي الا تشجيعيه باش يبدلوا اكثر ويكونوا اكثر عطاء. وان شاء الله غادي نتبعوكم في المواسم الجايه وعرفوا بان علت عليكم العين وغادي نتبعوكم وغادي نسمعوا اخباركم وإلا طحتوا غادي نخاصموا عليكم وإلا نجحتوا غادي نصفقوا عليكم. ولكن الأكيد هو أنه هذيك سلا خصها تبقى دائما الفوق لأنكم كسميتكم الصفاء السلاوي ماشي الصفاء ديال شي باسم شي عطس. هذيك السلاوي راه هي أمانة خصكم تحافظوا عليها وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بغيت نجدد الشكر لجمعية أمل سلا بشخص رئيسها السي يوسف الشفوعي الرئيس والصديق والفاعل الجمعوي بمدينة سلا ولنشهد له بالحب ديالو والدعم ديالو لجمعيات المجتمع المدني وهذا الشيء اللي ما خافيش على المجتمع المدني بمدينة سلا. وتنشكروا على المبادرة الرائعة اللي غادي تبقى يعني راسخة في الأذهان لا عندنا كمكتب لا لاعبين لا إدارة تقنية. وكما قلت يعني دائما الحمد لله هذا التتويج تنهديوه السكان مدينة سلا والشباب ديالها
والرياضي الأول صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، جميع المؤسسات المحلية عمالة سلا وجميع المؤسسات الدستورية والمدنية. وتنقولوا بأن هذا الفريق هو فريق فتي، وإن شاء الله غادي يقول الكلمة ديالو مستقبلا. هذه بداية، وإن شاء الله كنا طموح وكنا إرادة باش إن شاء الله نخليو هاد مدينة سلا يعني تزخر بمواهب وإنجازات على المستوى الرياضي. طبعا الحال هي رياضيا راه معروفة الحمد لله، كاين تاريخ، ولكن الحمد لله حنا واحد الجزء إن شاء الله من اللابينة اللي كاينة دابا كاينين فروق في المستوى، وحنا تشكلوا واحد اللابينة اللي غادا تضيف ديك الجمالية لواحد البوكي ديال الورد. كاين واحد الورد وحنا واحد الوردة من مجموعة ديال الورود، إن شاء الله غادي تنطلبوا يدينا للجميع باش يتعاونوا معنا حنا كإخوان سكان مدينة سلا ولا جمعية المجتمع المدني ولا لاعبين ولا مسيرين قدامى. حنا كإخوان ولا أولادكم ديال أبناء مدينة سلا ما تبخلوش علينا بالدعم بالنصيحة بالفكرة، وإن شاء الله راه كنا كما قلت طموح إرادة باش إن شاء الله باش نزيدوا إن شاء الله قدام، لأن مدينة سلا فعلا تحتاج الرجال ديالها المخلصين باش يهزوا الراية ديالها إن شاء الله المستوى الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المجامر مدرب فريق الصفاء السلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك البادره ديال جمعيه سلا ان امل سلا ان تحتفل بالفريق فهو ما هو الا اعتراف بالمسيره الموفقه اللي كانت ثلاث اربع سنين هذه، هو تتويج المجموعه من المجهودات. النجاح ديال الاداره التقنيه فهو راهين بمجموعه ديال المكونات، يعني كما كتعرفوا الجانب الاداري مهم. دونك الشكر موصول لجميع اعضاء المكتب المسير وعلى راسهم السي عزيز على المجهودات اللي كيوفروا لنا اننا نمشيو من الاحسن للاحسن. وكنشكروا جميع اللاعبين على التضحيات اللي ضحاوا، وكنشكروا جميع اللاعبين القدامى اللي تراكموا على الفريق ثلاث اربع سنين هذه. صراحه كيضحيوا رغم الاكراهات رغم مجموعه من هذا، ولكن حتى هما واعيين بالمسؤوليه. المسؤوليه اللي كانت عليهم انهم يشرفوا هذه المدينه هذه، لان هذا ميلاد فريق جديد بالمدينه، لان باش طلع القسم الوطني للتنوهات فهذا ميلاد فريق جديد بالمدينه، واللي من شأنه ان شاء الله غادي غيكون متنفس لهذا الشباب هذا، وغادي متنفس للاجيال المقبله. كما السيد الرئيس كما طرح في الكلمه ديالو، فالفريق كله عزيمه وكله طموح انه باش يصعد الاقسام المواليه ان شاء الله، وهذا غيزيد يحفزنا ان شاء الله حتى حنا باش كنخدموا كاداره تقنيه وجميع اللاعبين نزيدوا نجتهدوا لما هو فيه صالح لهذه المدينه هذه، ونزيدوا نقلبوا على الدعم، يعني نحاولوا بالغالي والنفيس نزيدوا نضحيوا، لان رغم كما كنقولوا رغم الاكراهات الانسان خصنا نزيدوا لقدام، خصنا نتغلبوا على الصعوبات نحن كاداره تقنيه وكلاعبين. حتى اللاعبين حتى هما راه ما يمكنش غادي يلقاو واجد، ضروري من الاجتهاد ضروري من المتابعه حتى تحقق المبتغى. وشكرا. السلام عليكم. كنشكروا جمعيه الامل السلاوي على هذه الاستضافه. صراحه شان استضافه اللي زوينه اللي حفزتنا وفرحات الدراري على داك الشيء اللي داروا، وان شاء الله الدراري راه ما يوقفوش على هذا المستوى هذا، باقي ان شاء الله فهمتي يطمحوا لمستوى اخر عام ورا عام حتى يوصلوا للمبتغى. وصراحه عشان كنشكروا جميع الناس اللي وقفوا معنا من بدايه الموسم حتى لاخر الموسم، ونيابه على اللاعبين كنشكر السي عزيز رئيس الصفا السي موجا وكاع الاداره التقنيه وكاع الناس اللي وقفوا معنا. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.